لما لحبي وحبك وعدي ومكتوب لي احبك. عيني عليك يا ولي حسن. الله يبارك فيك يا حبيبتي، والله شفنا الموت بعنينا. بابا ما تقلقنيش عليك. لا بالعكس، ده انا عايزك تقلقي وتتخضي وترجفي كده. تعملي كده ممكن؟ يلا بقى عشان هتاخر على طب ما انا جاهز اهو. انت هتخرج معايا وانت فورمال كده؟ وانا ايه فورمال؟ فورمال دي انا يعني خارج معاكي بالبيجامه يعني يا سلمى. لا يعني بس احنا لسه في الاول، فكها شويه. افكها اعمل ايه؟ انا اروح اتعشى معاكي بالمايو؟ لا يعني بس مش عارفه، يعني ممكن نلعب في صورتك شويه؟ نلعب في صورتك؟ يا حصلت. طب يقولوا عليا ايه في الاداره لما يسمعوا نلعب في صورتك دي؟ ما تقلقش صورتك مش هتتهز يا حضره الضابط. اتفضلي العبي في صورتي. عايز تعملي ايه؟ يعني ممكن نلعب كرافات دي مثلا. نلعب كرافات؟ ده انا شقيت عقبال ما اجيبها. دي انا ما صدقت اربطها، ده ربطتها بتغلب يا سلمى. ممكن نقلع الجاكيت خالص؟ نقلع الجاكيت خالص؟ الله، انت على ايه؟ نخلع الكرافات والجاكيت هنغير يعني؟ وريني كده؟ ايه؟ نفك ده كمان. مش كده؟ ونفك الكمام برضه، صح؟ مش كده؟ الواحد حتى يبقى دماغك مش ساره ولا ايه؟ الدولاب عندك، نقي اللي انت عايزاه يعني. انا مش انا ارمى الهدوس طرار الام، كل العشاق خدوا مني دروس طرار الام. الله يرحمك يا جابر انت ومحروس، ويفك سجنك يا دياب. وكان مستخبينا فين ده كله يا ربي؟ والله وجدكم على الطبطاب يا ولاد علام. بركة دعاوين عليهم. تحسك يا همام لحد يسمعك. اه يا جابر يا ود عمي. الله يرحمك يا جابر يا ود عمي، ويدجش الطوبة اللي تحت راسك. اه يا اخوي يا ود امي وابوي، انقطم ظهرنا واتكسر سندنا وسط الخد. منصوري الصغير اتيتم من بابي، يا خوفي من اللي جاي، يا خوفي من اللي جاي. ربنا يفك حبسك يا دياب عشان ترجع تاخد بيدنا من النيلة السودا دي. يا حزني ويا سواد ايام اللي جاي، جوايا نهر لو طلعت هتحرق الدنيا كلها. موت محروس قفل صفحة هنا، فتح صفحة مرار اليوم حزني. أنا اللي قلت له يروح معاهم المشوار ده. كنتش عارف إنه آخر مشوار هيعمله في حياته. أنا السبب. ليه هو بالذات؟ ليه يا رب هو بالذات؟ محروس ده كان ولدي اللي مخلفتوش. تعشمت لما يكبر ويجوا تسند عليه. ليه هو بالذات؟ ليه؟ يا ريتني مت قبل ما اشوف اليوم ده، يا ريتني مت قبل ما اشوف اليوم ده. نشفت دموعي، قلبي بيبك عليهم ده. Thank you.
مراري يا مراري يا مراري من بعدك يا مراري من بعدك يا سي جابر. الباقيه في حياتك يا سي علام. حياتك الباقيه يا طاهر. يا نهار اسود، ازاي مش حمل عيني بسيدي جابر ده؟ انا حاسس ان ابوي هو اللي مات النهارده. طيب اهدى يا طاهر، مش كده؟ اهدى ازاي؟ اهدى ازاي واني مش حيهلاني عيشه غير باوامره؟ يا مراري من بعدك يا سيدي جابر. حكمة ربنا يا طاهر. انت يا طاهر امال انت راجل مش كده؟ يعني هي جت علي، سيبوني اعيط وافش غليلي. هو الكبير فين؟ الكبير فين؟ عايز اعزيه. الكبير فين؟ اكتب ياد انت وهو، محدش يبكي انه واصل. البقية في حياتك يا سيدي منصور. مع وش كتر كلامه حديد، انتوا ايه اللي جابكوا هنيه دلوقت؟ جينا نعمل الواجب يا كبير ونعزوك في ولدك جابر ونطمن على دياب. اياك اسمع كلمة عزة دي، حق جابر ودياب لازم يرجع الاول وبعدين نبقوا نفكروا في عزة. وحقهم عند مين يا كبير؟ عند الحكومة. الحكومة؟ ايوه عند الحكومة. مش هم اللي قتلوا ولدي جابر وقبضوا على ولدي دياب؟ يبقى لازم ناخد طاري منهم الاول. ايوه يا كبير، بس الحكومه ايدها طايله، ولو قابلناهم الشر بالشر هيبقى فيه طار بيناتنا وحمام دم ما يخلص واصل. ما ارتاحش ولا يهدى لبال الا ما اخد طاري من اللي اذوا عيالي. تعرف حد بعينه يا كبير؟ ايوه. قول لي عليه وانا جرجشه باسناني. الضابط اللي كان مسؤول عن العمليه. طب اسمه ايه الضابط ده؟ اسمه حسام الهلالي. يا وجعته السودة. طب قل لي هو فين وانا طخه عيارين اخد بطار سيدي جابر. اخرس، انت مين انت عشان تاخد بطار جابر؟ كل شيء باوان، هو لسه في الميري، يبقى لازم نرتب وترتيب علشان ما نضربه ضربتنا وناخده طارنا من غير الحكومة ما تمسك علينا زلة. هو دي الكلام الموزون يا سيدي الناس. ايوه، بس لازم نعرف الأول مين الخاين اللي واشى بينا عند الحكومة، مين الجبان اللي دخل الحكومة وسطينا. لازم نعرفه علشان ما صب شر جوا حلقه واخرس طول عمره. ويا ويله مني، يا ويله مني. أكلة سمك بقى. حسام باشا، ازي حضرتك؟ المكان كله نور. أهلا وسهلا. انا ابراهيم يا فندم، حضرتك نسيتني ولا ايه؟ ابراهيم. ايوه حضرتك اللي شغلتني هنا، وصيت عليا المستر فؤاد ومدام جيهان علشان اشتغل. ازيك يا ابراهيم؟ تمام الحمد لله. الحمد لله حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام، ربنا كرمني الحمد لله وخطبت وان شاء الله هتجوز قريب. بسم الله ما شاء الله، مبروك يا ابو خليل. الله يبارك فيك. طبعا كل ده يرجع لحضرتك وجميل حضرتك عليا. ما تقولش كده يا ابو خليل، احنا مجرد اسباب، ربنا يا عم هو اللي بيعمل كل حاجه. ربنا يخليك. بقول لك يا ابو خليل، عايز اكله سمك بقى على ذوقك، وتتوصى بالكاليماري يا سيدي، كاليماري عشان المدام ما تزعلش، ولا اسمه صبيت يعني عشان المدام بتموت فيه. ها، الف مبروك على الجواز يا فندم. الف مبروك يا فندم. عايز اقول لحضرتك ان زين ما اخترتي حسام باشا، يعني راجل ونعم الرجال، ربنا يا رب يسعدك. ده كتير يا ابو خليل، ربنا يكرمك. بقول لك يا ابو خليل، توصى بقى بالاوردر بسرعه، ها مش هوصيك يعني. ها هم اوراق ماشي. تسلم، تعالى حبيبي. شكله بيحبك قوي، انت عملت له ايه بالظبط؟ زي ما قال، شغلته هنا في المحل. تعرفه من قبل كده؟ اه، قبضت على ابوه حبسته. ايه؟ قبضت على ابوه بيحبك كده؟ اه. ازاي يعني؟ بعد ما قبضت على ابوه الواد جالي واشتكى لي انه في رقبته كوم لحم، وقال لي الحكايه والروايه وانت فاهمه بقى الجو ده. عملت تحريات، لقيت فعلا الواد ظروفه تصعب على الكافر. توصلت له عند الاستاذ فؤاد ومدام جيهان اصحاب المحل وشغلته، وهو الحمد لله خطب وهيتجوز وربنا كرمه. اهلا 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 حسام باشا. فؤاد بيه ازاي حضرتك؟ والله لسه في سيرتك بالخير اهو. الله يخليك. منور المحل يا حسام باشا. ازيك يا مدام جيهان؟ ازي حضرتك؟ الله يسلمك. اقدم لكم سلمى مراتي يا فندم. الف مبروك يا هانا. ميرسي. الف مبروك يا حسام بيه. لا بس انا زعلان جدا ان انت ما عزمتناش. والله غصب عني، في حاجات انت عارف في الافراح والزحمه دي بتفوت الواحد، فسامحني معلش. عموما هي ملحوقه. ملحوقه؟ ملحوقه ازاي يا فندم؟ اوردر معاليه والهانم، وكمان عليهم تورته هديه من المحل بمناسبه جوازكم. اه بس ده كتير يا فؤاد بيه، ما صحش كده يعني. بالعكس ده صح جدا. ربنا يخليك يا فندم.
ده اقل واجب نقدمه الراجل محترم وصديق عزيز زيك. ربنا يخليك يا مدام جيهان، ومبروك للمره الثانيه يا مدام. بجد انا بهنيكي على جوازك من حسام، ده من الناس القليلين المحترمين قوي اليومين دول. ربنا يخليك. طب ما تتفضلوا يا فندم معانا. لا 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 ما ينفعش خالص، انتوا قرسان جداد، اقعدوا براحتكم كده مع بعض من غير عزول. شاكرين يا فندم. يلا عن اذنكم. يلا بون ابيتي مره ثانيه. سي يا فندم، ربنا يخليك. هو في ايه؟ انت دافع لهم كلهم فلوس عشان يتكلموا كويس عنك قدامي ولا ايه؟ حاشا لله، بمحبة والله، ربنا يحب فينا خلقه يا رب. انت مش واخد بالك من حاجة؟ حاجة؟ اسمها جيهان. صاحبة المحل؟ اسمها جيهان. انت واخد توكيل جيهان ولا ايه؟ يا خبيث، ده انت قلبك اسود يا سلمى. واخد توكيل جيهان، ايه رأيك بقى؟ البقاء لله يا معلم منصور. البقاء في حياتك يا كبير. كلنا ليها بشوات، الموت علينا حق. طبعا انت عارف ان ابنك جابر الله يرحمه مات اثناء القبض عليه، هو بيحاول يدخل كميه كبيره من السلاح لمصر بطريقه غير مشروعه، وكمان تم القبض على ابنك الثاني دياب، وده طبعا بيثير الشكوك حواليك يا كبير. حواليا يعني؟ النيابه امرت باستدعائك للتحقيق، بس طبعا بما انك كبير الناحيه فضلت ان انا اجي اقدم واجب العزاء وابلغك بنفسي. وايه المطلوب دلوقتي يا باشا؟ انك تيجي معايا على مصر علشان تحضر التحقيق دلوقتي. وده وقته؟ عندك مانع يا معلم منصور؟ ايوه عندي. حضرتكم شايفين ناسنا واهلنا وحبايبنا جايين يواسونا في مصابنا، ما يصحش اهملهم وامشي. وبعد كده هنطلع كلاتنا على الطراشنة، هنعزف محروس والدخو سادق بيه. يبقى توعدني بعد ما يمشوا الاهل والخلان والحبايب وتعزي صادق بيه انك تيجي معانا على مصر. لو كان لنا عمر ان شاء الله. وانا في انتظارك، والباقي في حياتك مره تانية يا كبير. السلام عليكم. قدرت ايه المبلغ اللي قال لك عليه الحاج منير؟ طبعا يا زيزو، انا اقدر اتاخر ولا ايه؟ النهارده يا حبيبي 10 20 25. ألف شكر يا منير، إن شاء الله أول ما الظروف تتحسن نردهم لك على طول. حبيبي ربنا يسدد ما عليك، بس استنى من فضلك دي واحدة بس عبال ربنا يسدد ما عليك يعني. تمضي لنا كده على الورقة دي. دي ورقة إيه؟ ده وصل أمانة. أنت بتخوني يا منير؟ عايز تمضي أخوك على وصل أمانة؟ مش ده شرع ربنا؟ شرع ربنا. طب خلاص، ربنا قال إيه؟ إذا تداينتم بدين فاكتبوه، وإحنا بنكتبه أهو. بس يا منير انا مركزي حساس، ودي اول مره امضي فيها على وصل امانه. يا عم فيها ايه؟ اشفط بطنك وعدي وما تخافش، اول مره ده ايه؟ وبعدين ما نضمنش بكره هيحصل لنا ايه، الموت من الحياه. ماشي يا منير، ما هو المضطر يركب الصعب. اركب يا حبيبي، اركب اركب. استنى بس متاكد يعني. استلام اركب. تقعد يا معتز. سوري يا بيبي تأخرت عليك. ولا يهمك يا حبيبتي، منير كل شويه عمال يسألني اخبار حيلة امه ايه. عمر اسم الله عليك، هو في غيره؟ ادينا هو بحاول اقنعه يطرد السكان ويبيع العمارة. عارفه لو ده حصل يا لولا، يا سلام. هيحصل، وحياتك عندي لا يحصل، هيطرد السكان ويهد العمارة ويبيع الارض كمان. عارفة أرض زي دي في الزمالك ودلوقتي تعمل لها كام؟ ملايين، ملايين يا بيبي. بس إزاي بقى الملايين دي تبقى في جيوبنا إحنا؟ لا، سيب ده بقى عليا، أنا مخططة لكل حاجة. إزاي بس يا لولا؟ لا، دي بقى مفاجأة. يا خوفي من مفاجآتك، لا تطلع مضروبة وتطير مننا السبوبة. ودي تيجي برضه يا مليجي، ده انا لولا وفي كل حاجة بطلع الأولى. اتفضل يا باشا. السلام عليكم يا عم جابر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقعد مكانك، انت هتتوتر ولا ايه؟ انت خالي. قشطة عليك، خالك وخالتك وجوز خالتك زي ما انت عايزة حبيبتي. عمر. سلم.
مين الراجل ده؟ ده خالي، تعالى ما اعرفك عليه. مساء الخير. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ زي الصح. عمر اعز اصدقائي، خالي مليجي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حبيبي، تشرفني. احب اقول لكم ايه بقى، اقعدوا اتعرفوا على بعض وحكوا براحتكم لحد انا ما اغير هدومي، لان انا اتاخرت قوي على نمرتي. روح انت يا بنت اختي يا غاليه، ربنا يوفقك. اتفضل حبيبي، اتفضل. شكرا. وبالصلاه على النبي بقى، انت بتشتغل في ايه؟ انا بشتغل في بنك. وحضرتك؟ انا بشتغل في الاستيراد والتصدير. معلش يا حاج، استناني دقيقه. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله. اي خدمه هاني؟ هو الاستاذ اللي لسه طالع دلوقتي ده ساكن هنا؟ قصدك الاستاذ عمر جوز الست لولا الرقاصه. الرقاصه؟ ايوه، ست لولا الرقاصه اللي ساكنه في الدور التاسع. بيتك يا عمر. في حاجه يا ست؟ لا انا اسفه. متشكره قوي. السلام عليكم. مع السلامه. والله ما تكسف ايدك. ماشي ماشي، الف مبروك يا حسام. ربنا يبارك في عليك يا فندم. بركه في ربنا وسعادتك. الف مبروك يا حسام بيه. حرام رجاله، عقبال عندكم جميعا كده. نشوفكم مساعدين يا رب. او الناس تفضل محلك سر. انت هتبص لي في اللقمه معتز ولا ايه؟ اسلوب حسن غرضه النقه يا سياده المقدم. ولا ما تنساش ان انا قائد، يعني لا قدر الله المأمورية لو فاكست هتلاقيني ماسك صفارة طويلة من بتوع اسماعيل ياسين زمان دول وماشي في الشارع. ها مين هناك؟ بعد الشر عليك يا حسن، والله انا فرحان من قلبي كأن اللي اترقب بالظبط. ربنا ما يحرمنيش منك يا ميزو. ولا يحرمني منك يا حسن. لولاك العملية دي كانت راحت في داهية بجد. ربنا يخليك ليا. كل يا حامد، انت بتغز التورته ما تاكلها عيد. ده ايه يا راجل انت في ايه؟ دي طعم نافدة مش شوكة. ما هو قولك فيما هو منسوب إليك من تهمة جلب سلاح من الخارج بغرض الإتجار فيه؟ هو فين السلاح ده؟ قبضته على حاجة عندي؟ يا بيه، أنا راجل كبير ومن الأعيان وعندي أرض وطين تكفيني أنا وعيالي طول عمرنا، ما محتاجينش نشتغلوا في الممنوعات. ما الأرض محتاجة سلاح يحميها ولا إيه؟ سلاح على كد الحراسة بس، وبرخصة من عنديكم كمان، إنما تجروا فيه لا. تفسر بإيه وجود ولادك الاتنين جابر ودياب في موقع التهريب؟ ده ملعوب مدبرينه ليهم ولاد الحرام. أنا خابر ولادي زين يا بيه، لا ممكن يعملوا كده. دول متلبسين يا بيه. أنا راجل كبير ما قادرش أحصي خطويهم كلها، إنما يمكن الشيطان لعب بعقلهم كديه ولا كديه، والله أعلم. لكن ما معقولاش. أما عن ذات نفسي أنا ماليش صالح بالحكاية دي واصل. أمرنا نحن وكيل نيابة أنا إخلاء سبيل المدعو منصور شفيع البطاش بضمان محل إقامته. اتفضل أنت. أنا بختم يا بيه. ماما أنا بقيت مقدم. ألف مبروك يا حبيبي، ألف مبروك. هو فين المقدم ده؟ بقول لك يا حسام، يا مقاولا من رب رحيم، الفلوس المكافئة دي نزل نصرفها في أي كباريه ولا حاجة؟ يا راجل الكباريه ده أنت ظابط شرطة يا مدي. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا حبيبي. الله يبارك. عقبالك عقبالك. مبروك يا حسام. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا شاهين. ألف مبروك يا عم حسام، يا مشرفني. الله يبارك فيك يا متر. الله يبارك. أروح أحضر لكم الغدا بقى، زمانكم جعانين. خديني معاك يا ماما سعد. ايه بقول لك يا محمد، كنت عايزك في موضوع كده. لو النبي سيبني مع حسام عشان فرحان بيه. لو النبي يا رزل، روح شوف الموضوع. يلا يا عم يلا. في ايه يا حسام؟ ايه حسساني ان ذئب داخل عليكي؟ في ايه؟ ده رزعتهم لك كلهم. والله فرحان. الله يا سعيد يا رزل. حته دوب غريب. الحمد لله بعينا لوحدنا. ايه؟ مفيش واحده مبروك؟ بحبك. ماشي دي انا عارفها. واحده مبروك؟ مفيش، بحبك. ايه الرزق؟ يا ساتر يا رب. ايوه نص. ايه يا زفت، في ايه؟ حاجه مهمه قوي يعني؟ طيب مسافه السكه، خليك مكانك. معلش يا حبيبتي انا اسف، مشوار صغير نص ساعه وانا هتحضر له غدا وهاجي على طول. صدر نص ساعه. نص ساعه؟ انت دايما بتقول نص ساعه على فكره. ما تخليك واقفه مكاني كده نص ساعه هتزهقينا. بس روح، انا هروح اساعد معاك. اساعدهم في الغدا. امشي. بطل كذب يا عمر، البواب قال لي انك متجوز الرقاصه اللي اسمها لولا وانها ساكنه في الدور التاسع. كذاب، انا كنت طالع فوق عند واحد صاحبي. وبعدين ايه الاسلوب ده؟ انت بتراقبيني؟ طب اسمه ايه صاحبك ده وساكن في الدور الكام؟
ما تتنعي ترد. انا مش عيل صغير وعلى ما اظن انا عارف مصلحتي فين كويس قوي. عيب الكلام ده عمر، دي برضه اختك وانا فاهم اخوك الكبير. يعني انتوا عايزين مني ايه دلوقتي؟ عايزين نعرف انت متجوز الرقاصه دي ولا لا. ايوه متجوزها وبحبها وهي كمان بتحبني، وما اعتقدش ان احنا نعرف نسيب بعض. لا هتسيبوا بعض يا عمر. مستحيل. ليه مستحيل؟ عشان كاتب على نفسي مؤخر بربع مليون جنيه. يخرب بيتك، ربع مليون جنيه في رقاصه؟ اهدي يا امان مش كده. اهدى ايه؟ ده لو ماما عرفت هتموت. حرام عليك انت متخلف. الف مبروك يا باشا على العمليه والترقيه. الله يبارك فيك يا طاهر، بركه فيك، انت الجندي المجهول. ولحد امتى هفضل مجهول يا باشا؟ لحد ما العمليه تخلص. الله، ما هي خلصت خلاص. خلصت يا باشا، جابر مات ودياب اتمسك. لسه راس الحيه منصور. طب بمناسبه منصور بقى يا باشا، خد بالك شكله ناويلك على نيه سودة، وهو ده اللي خلانا اكلمك واجيلك. وعرفني منين؟ معرفش، بس شكله كده سأل واتقص وعرف ان انت اللي قتلت جابر وقبضت على دياب. ماشي ماشي، خد بالك من نفسك يا باشي. ما تقلقش عليا، انا عايزك انت بقى تركز وتجمع لي كل المعلومات. عايز امسك منصور متلبس ونوصل للجماعه اللي بيتعامل معاهم بره مصر عشان نقفل العمليه على نظافه. ساعتها بقى حلو وعدك ان انا هكلم الساده المسؤولين يرقوك ويدوك مكافاه. يدينا ويديك طولة العمر يا باشي. يعني بس كنت يعني محتاج مكافأة كده صغيرة زي المكافأة اللي سيادتك خدتها. اصبر، بحوشهم لك عشان يملوا عينك الفارغة. طب ان شاء الله ورك فارغة حتى اصبر به نفسي. يعني مش مكفيك اللي بتهلبه من منصور وعياله؟ ماني لازم نعمل كده يا باشي عشان يصدقوا انني معاهم. طب اخويا استنى. يا ساتر على الدناوة. ايوه كده يا باشي، خد الخمسينيه دي حل بيها بقى. وهو البق ده برضه يا باشا يتحلى بخمسينيه، ده اقل تورتايه النهارده باكتر من 100 جنيه. تورتايه؟ بلاش تورتايه، خليها عسلياه، هي افيد ليك ولصحتك بدل ما تتخن. حكيم انت لما بتتخن مخك بيتخن. سلام. سلام يا باشا. يا واد يا فتحي، انت يا زيف؟ ايوه جاي. ايوه يا شتام، هات لي واحد شاي سكر بر. ما هو انت لو تقول لي عايز سكر قد ايه كنت احط لك. اني لما اقول لك سكر بر يبقى سكر بر. ما هو انت لو بتحط معلقه واحده او حتى معلقتين كان ماشي، انما انت بتحب في السكر كله والباقي بتاخده في قرطاس. انت يا واد انت عايز تشربني على مزاجك؟ انا هنا بقعد بفلوس. فلوسك؟ فلوس ايه يا ابو فلوس؟ ده انت عندك 52 جنيه وربع جبت مشاريب قديمه ومش عايز تدفعهم لحد دلوقتي. ليك وهتاخد وعليا هديك. ما بسمعش منك غير الكلمتين دول. يا واد انا بحوشهم، عايز اديهم لك لوكشه واحده. ده كلام. انت يا واد انت بقيت لمت كده ليه؟ طب عليا النعمه لو ما جبت لي شاي سكر بري لا اشتكيك لاخويا طاهر ويعتيج لك انت واللي تشدد له. وعلى ايه؟ وعندك واحد شاي لاخو الباشا الكبير بتاعنا. ده شكل بالي كامل. عاطف، سايبك بقالي 5 سنين وارجع لاقيك لسه قاعد على القهوه في كفر الور شبين القناطر الاليوبيه. نعمل ايه بقى؟ انما انت وحشني، قول لي عامل ايه؟ زي ما انت شايف. ايش 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 عليا النعمه، انا معرفتك اصل سافرت ايطاليا، ربنا كرمني وعملت قرشين. ايطاليا مره واحده؟ طب اقعد اقعد رسيني. شوف يا سيدي، انا قعدت في ايطاليا 5 سنين كانوا على جنب واحد، ربنا كرمني حوشت قرشين، اشتريت فدانين وبيتين وجبنتين وتوك توكين، واحد ليا والتاني لسعد اخوي. وانت يعني ناوي تشتغل على التوك توك دي؟ اشتغل ايه؟ انا بقول لك معايا فلوس ياامي تشتري اسطول تكاتك. امال انت جبته تهبب بيها ايه؟ ملاكي، حاجه خصوصي بالسواق، تحب افرجك عليه؟ يلا بينا. يلا. الشاي سك على الشاي هلا وخلي الباقي عشانك. باقي عشاني؟
اخرب بيتك انت واخوك. بقول لك ما جاليش نوم من ساعه ما مديت على وصل الامان. يا حبيبي عايز نعمل لك ايه يعني؟ حاجه نايمك ولا ايه؟ تديني وصل الامانه وزي ما وعدتك اول لما يجي لي فلوس هرجع لك المبلغ اللي خدته منك. يا معتز انت فاكرني خريج كليه طب قسم تشطيف اطفال ولا ايه؟ يعني ايه يا منير؟ يعني اشفط بطنك وعدي. يكون معاك ال 25000 جنيه تجي لي تسلمهم لي اديك ايصال الامانه. وافرض يا اخي معيش فلوس وعرفتش اتصرف لك في الفلوس دي اعمل لك ايه يعني؟ يبقى ساعتها بقى اللي يحصل يحصل. حاجة كده يا منير ده انا مهما كان اخوك يا اخي. ما تفرقش معايا يا حبيبي اخويا وابويا انا في الشغل شغلي. يعني ده اخر كلام؟ ده اللي عندي. ماشي يا منير يا اخويا. وماشي ليه؟ ما تقعد اعمل لك كوبايه اعشاب تهدي اعصابك. جاهز انت يا ابو جاهز؟ من جاهز انت؟ حاسب يا جدع حاسب يا جدع. حلاوه يا حلاوه حلاوه يا حلاوه. ايه رايك بقى في الركوبه العظمه دي؟ ايش ايش الله يرحم ابوك اللي كان بيركب الحمار ويرفع الجزاز بايديه. عقبال لما تبقى زي زيك. داني غلبان قوي داني بكح ملح. ان وانت وانا سفرك ايطاليا. طب ازاي معاك باسبور؟ اعتبره تعال و20 باكو. باكو ايه؟ باكو البان ده بقى ليه 20000 جنيه هو انا يا واد انت لو كنت هحتكم على المبلغ ده ايه كنت فكرت في السفر من اساسه؟ يا ابني عبيط ما انت هتسافر ايطاليا وهتقبض هناك باليورو وتتجوز ايطاليه زي ما انا اتجوزت وبعدين تحوش لك قرشين وترجع الكفر تعيش ملك. قول يا رب. طب اركب اركب. الشاي بتاعك يا زوز. ميرسي يا عم. بنانا ميلك بتعمل له. انا كنت متاكده انك بطل وبطل قوي كبير كمان. سعيد انا عايز اقول لك ان عينيك دول تمن لشيء نبيه فادتنا بيه كلنا. سعيد انا ايه علاقه عنايه بالموضوع؟ حلوين. نعم مالك يا زوز عامل كده ليه؟ هما راحوا ازاي يا سعيد؟ منير رفض يديني وصل امان اللي كتبته على نفسي. حسيت من كلامه معايا ان نيته مش سليمه. اتكلنا على الله. انه يعمل حاجه انا مش فاهمها. انت ما قلتش لباباك ليه؟ بعد ما حددنا الموقف والله خايف اقول للحاج يعمل معاه مشكله. جرى له حاجه ما انت عارفه حالته. حددنا الموقف خلاص يبقى ما قدمناش غير ان احنا ندفع له فلوس ويرجع لنا الايصال. منين بس يا مان؟ انا ما عنديش مانع ان احنا نبيع الشبكه بتاعتي والذهب وترجعهم لي وقت ما انت عايز. انت بتقولي ايه؟ انا لا يمكن اوافق على كده ابدا. ليه بس يا معتز؟ هو في فرق بيني وبينك؟ يا حبيبتي انا هموت من الجوع لا يمكن افرط في شبكه فرحنا ابدا. طب هنعمل ايه يا معتز؟ والله بفكر ابيع العربيه بقى وخلاص. لا والنبي الا العربيه دي بتنفعنا في كل حاجه وبعدين لو بعناها مش هتجيب لنا فلوس. اكيد في حل تاني. خلاص سيب على الله وربنا يجيب العواقب سليمه. ربنا يستر. المهم انت قلت لمامتك على موضوع عمر ولا لا؟ اكيد لا هحاول احل الموضوع ده من غير ما تعرف. هنتكلم النهارده عن التركيب الداخلي للكره الارضيه. يعتقد العلماء ان الجزء الداخلي من الارض عند نشاتها كان في صوره منصهره بفعل درجات الحراره المرتفعه جدا في باطن الارض. اتفضل يا استاذ الشيخ. تسلم ايدك يا ست منيره. اخبار الولاد ايه؟ لا كويسين قوي ممتازين. طب الحمد لله. الحمد لله قوي الحمد لله. منيره بقول لك ايه يا منيره؟ حضري لي بقول على المستحبه. ليه هو انت نازل؟ نازل اقعد على القهوه شويه عشان شويه هوا نظيف بالمره العب لي 10 طاوله. طيب قبل ما تنزل يبقى سيب فلوس. فلوس؟ هو انت كل ما تشوف خليتي تطلب مني فلوس؟ جاريه يا شيخه انت ما بتشبعيش؟ ايه؟ بلاعه طفحت؟ وانا يا اخويا باخدهم احطهم في جيبي؟ ما انا بصرفهم عليك وعلى عيالك. وانا جبت منين يا اختي انت وعيالي؟ ده راجل شيال وغلبان وحد تصعب على الكافر وشغال في المجاري. ولما هي تصعب على الكافر هتنزل على القهوه ليه؟ عشان اشم شويه هواء نظيف بدل ما طول النهار عمال اسلك في ملاعات الصرف. صرف؟ حوش فين الصرف ده يا اخويا؟ احنا لا شفنا منك ابيض ولا اسود. والله حاجه حلوه قوي. خشي لي قفله كمان يا منيره. بقول لك ايه؟ اتلم يلا وروح حضرها وتك عليه. طب هات فلوس. مفيش فلوس. طب والله العظيم انا محضره تاكل وعلى مفخيرك اركبه. بقول لك ايه يا منيره؟ انا دماغي فيها كلام بتاعي. اتمس وقول يا مسا. واحد الله يا اخي سلام ما يصحش الكلام ده. وده ده كمان. مالك يا اخويا بتكلمني كده وتحطيك على مناخيرك؟ ابدا اصل انا عندي زكام وخايف عليك يا اخي. لا يا حبيبي والله لو مزنوقه سلكها لك. خليك في شغل. حاضر. ما تدخلش مالكش فيه. حاضر. تعالى تعالى ريحتك عبقت المكان خش استحمى. كده هو يا منيره؟ بتستعار مني؟ ده انا ريحتي دي شرف المهنه. قصدك قرف المهنه. خش بقى استحمى بقى. كده اهو. طيب والله ما انت شايفه مني تعريفه الا بمزاج. وكمان مش هستحمى عندا فيك. ها؟ روح يا شيخ. الهي تغرق في بلاعه ما يعرفوا يجيبوك. قادر يا كريم. ما تشوف حالك يا استاذ انت كمان. حاضر يا ست منيره. حاضر حاضر. بص احنا من غير كلام كتير كده عايزين نخلص الموضوع بهدوء ومن غير شوشره ولا حاجه تاثر عليكي ولا علينا.
شوشرة ايه يا باشا؟ انا في السليم. في السليم؟ بقولك ايه؟ من الاخر كده ابعدي عن عمر اخويا. اعتبر ده تهديد من حضرتك ولا ايه بالظبط؟ اعتبريه زي ما تعتبريه، لو ما بعدتيش عن اخويا والله العظيم لخلي معتز يلبسك قضية. بص يا شاطرة، عمر اخوكي ده يبقى جوزي، وانا مراته على سنة الله ورسوله، واللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط. ما تتكلمي بقى، ده يا ست انت، ده انت مستفز قوي. وانتوا خليتوا فيها ادب انت ولا هي؟ الظاهر ان سكتنا له دخل بحماره. شوفوا بقى، اذا كنت انا وافقت انكم تدخلوا البيت ده ورضيت ان اقعد معاكم، فده علشان خاطر عمر جوزي. اما كلمه زياده ما تكونش على مزاجي، منك ولا منها هعرفكم انتوا الاتنين مقامكم. لا ده انت بيك حوالين الادب بجد. استنى، انت بتقول ايه؟ مقام ايه يا رقاصه يا بنت الرقاصه؟ بس ايه رايك بقى في الشاي عمايلي داي ده؟ اللي قد ما نعدمها يا ابني. تعيش يابا. اعمل ايه يا كامل يا ابني؟ في الدنيا بخبط فيها وبتخبط فيي. يعني لسه ما لقيتش شغل برضو. ان شاء الله في واحد صاحبي هيسفرني ايطاليا ويشغلني كمان. ايطاليا؟ وان شاء الله لما ربنا يكرمني ابعت لك بقى عشان تعمل عمري. عمره في ايطاليا. لا يابا، انا قصدي ان انا لما ربنا يكرمني هناك ابعت لك فلوس عشان تسافر السعوديه تعمل عمري. ربنا يوسعها عليك يا ابني انت وكل اللي زيك. يا ابني لسه اطمن عليك قبل ما اموت يا ابني. ربنا يخليك لينا يابا، ما تقولش كده. انا خارج بقى اتمشى شويه مع اصحابي. عايز حاجه؟ معك فلوس؟ منين يابا؟ داني واجع من الدور العاشر ومتجبس كمان. طب خلي معك الخمسة جنيه دي. هالك ربنا يخليك لنا يابا. خلي بالك من نفسك يا كامل يا ابني. متخافش علي، دي نواد زي الجن. سلام. لا يا خالي لا، مش ممكن ابدا. انا لازم اتطلق دلوقتي ومش هعيش معاه لحظة واحدة بعد النهار. يرضيك كده والنبي يا عمي. وبعدين يا بنت اختي، ده جوزك برضه، والبنات المتربية ولاد الناس ما بيعملوش كده مع جوازاتهم. مع ان انا زعلان منكم بقى، معقولة تتجوزوا وتخبوا عليا؟ ده انا اكتر واحد يفرح لكم. وبعدين يا عمر يا ابني، لولا دي انا اضمنها برقبتي، دي بنت اختي الغالية، موصياني عليها قبل ما تموت، ومن ساعتها وانا بربيها احسن تربية. ونعم التربية والله يا عم. انت ما تعرفش يا خالي اخته عملت فيا ايه. دي جت هنا اتهجمت عليا وبهدلتني وادتني الاسم. ايه؟ اسم؟ ايوه الاسم. واحنا وش ذلك يا ابني؟ الله يسامحك. عموما يا عم انا اسف. اوعدك ان الموضوع ده مش هيتكرر تاني. خلاص يا عمر يا ابني، اسفك مقبول. قوم بقى صالحها وبوس راسها. دي لولا دي بنت طيبه وقلبها ابيض زي البافته البيضة، ودمعتها قريبه قوي. لا يا خالي لا، مش هصالحه. اصل يعني ما اصل ولا بس. البنت ما تكسرش كلام خالها، ده الخال والد يا لولا. خلاص اللي تشوف، انا تحت امرك يا خال. وانت يا عمر يا ابني، عايزك تحط لولا في حباب عينيك. متقلقش يا عمي، في عينيا. اوعدك ان انا عمري ما ازعلها مني تاني. بس انا كنت عايز اطلب من حضرتك طلب صغير. امر يا ابني. لولا ما ترقصش تاني. وانا موافقه. في ايه يا امان؟ ما تهدي. في ايه يا امان؟ ما تهدي. انت بجد راضي باللي بيحصل ده؟ ما انت اللي غلطانه برضه يا امان. انا اللي غلطانه يا معتز؟ ايوه، انت اللي تهجمتي عليها الاول وبيتها كمان. احمدي ربنا انها وقفت على محضر الصلح اللي عملناه في الاسم. ماشي يا معتز، طالما كده يبقى سيبني بقى مني ليها، وانا هعرف اخد حقي منها كويس، وانا وهي والزمن طويل. النيابه تطلب معاقبه المتهم دياب منصور شفيع البطاش. إنه في يوم الخميس بدائرة قسم أول الغردقة، أولاً قتل عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه المجند سعد الحسيني حال مقاومته السلطات بأنه أطلق عليه عياراً نارياً من سلاح غير مرخص. ثانياً، أنه حاز بقصد إتجار الأسلحة النارية المبينة بالأوراق دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة. لذلك تطلب النيابة تطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة. وشكراً.
حكمت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء بإحالة أوراق المتهم دياب منصور شفيع البطاش إلى فضيلة المفتي، وحددت جلسة 12/6 للنطق بالحكم. رفعت الجلسة. ما أنا أنت ود الهلالي.